السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم من جديد مع قناة بيتك مع رنا. احنا النهاردة هنكمل معاكم ريفيو قديم شوية احنا عملناه عن مايكرويف بلاك اند ديكر. احنا عملناه الانبوكسنج مع بعض، وبعد كده في ناس كتير سألت عن كيفية استخدامه والكلام ده. احنا يمكن في الفيديو الاول، انا هسيب لكم اللينك الفيديو في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو ده، لكن في الفيديو الاولاني احنا اتكلمنا عن حاجات بسيطة، شفنا ايه الملحقات اللي معاه، وعملنا كده تجربة سريعة بازاي اعمل اوتو هيت، يعني اسخن حاجة بشكل سريع. ولكن حقيقة الميكرويف فيه وظائف كتيرة جدا جدا، يعني انا حتى الان يمكن مجربتش كل الوظائف ومعملتش بيه كل الحاجات اللي هي المفروض تتعمل بيه يعني، بس احنا هنجرب كده كام حاجة مع بعض. احنا اول حاجة هنشوف ازاي بظبط الساعة، الموضوع ده جالي فيه اسئلة كتير قوي، ازاي بنظبط الساعة. انا لو ركزت كده على الجزء اللي فيه الزراير ده هلاقي فيه ادي الساعة بتاعتي متصفرة. طيب نعمل ايه علشان نظبط الساعة بتاعتي؟ هضغط على كلوك ريسيت، اوكي، هيبدأ كده ينور ويطفي، يعني هو كده مستني انت تكتب دلوقتي الساعة كام. وليكن مثلا انا عايزة اقول له ان الساعة 8:30، لازم اضغط 08 زي بالظبط اي ديجيتال ووتش، يعني زي اي ساعة رقمية عندك، وبعد كده اضغط 30. طيب لسه هو كده مستني مني اوردر، يعني الموضوع ما خلصش. نعمل ايه؟ اضغط على كلوك ريسيت تاني. كده اتظبطت. اه طب هتروح، يعني ممكن ترجع تتصفر تاني، هترجع تتصفر تاني في حالة واحدة، ان الكهرباء تنقطع عن الميكرويف. يعني لو انت متعودة ان انت بتشيلي الفيشة بتاعة الميكرويف كل شوية ومش بتخليه متوصل على طول، يعني بتشغليه بس لما تعوزيه وبعد كده بتفصلي الفيشة من ناحية يعني الحفاظ على الكهرباء، يبقى انت مش هينفع تظبطي الساعة كل شوية، تمام؟ يبقى الموضوع ده مش هيمشي معاكي. لو انت من الناس اللي سايبه الفيشه على طول في شغاله موصله بيه الكهرباء على طول، خلاص تمام هتظبطيها ومش هتتغير تاني. ده اول جزء ازاي اظبط الساعه. طيب تاني حاجه معايا، انا هوريكم كل حاجه بتتعمل ازاي اللي انا استخدمته حتى الان. مبدئيا كده احنا اخدنا اول واحد، ده مكتوب عليه كلوك بريست. طيب اللي جنبه ده مكتوب عليه ويد ديفروست، يبقى انا كده فهمت ان ده هستخدمه علشان لو عندك حاجه في الفريزر وعايزه تفكيها. طيب ما انا عندي برضو من تحت في سبيد ديفروست، يبقى ايه الويد ديفروست ده؟ لو انت حاجه متجمده قوي مطلعاها من الفريزر دلوقتي او من الديب فريزر عندك وعايزه تفكيها، الويد ديفروست انا بشغلها ازاي؟ مجرد ما انت بتضغط على الزرار بيبدا يقول لي ديفروست واحد، تمام؟ هو مدي الوظائف بتاعته ارقام. طيب هكتب وزن الحاجه اللي انا عايزه افكها، يعني انا عندي فرخه وزنها مثلا 1.5 كيلو وانا عايزه افكها، او بالتقريب يعني هوش بالظبط، هضغط على واحد، هو كاتب لي هنا جرام، الجي دي يعني جرام. طيب 500 1500 جرام، هو ده 1.5 كيلو، ما تكتبش 150، يبقى هو كده فين من دول 150 جرام. طب هو هيعمل ايه على اساس كده؟ اما اول ما انت هتدوس ستارت هيبدا يعمل ايه؟ هيديك الدقايق اللي المفروض يشتغلها الميكروويف علشان يفك ال 150 جرام دول. يبقى انا كده عندي اول ما انا هقفل الباب وهيبدا يشتغل هيعمل ايه؟ هيبدا يحسب الدقايق اللي هو محتاجها. شوف كده لو انا ضغطت على ستارت حسب، شايف ان في 33 دقيقة هيشتغلها علشان يفك الحاجة دي. طبعا انا وقفت على طول، ان اصلا ما ينفعش اشغله وهو فاضي، انا بس حبيت اقولك ان نبين هو هيعمل ايه. ظهر 33 دقيقة و27 ثانية او كده 30 ثانية، وهيبدأ ان هو يشتغل الوقت ده لحد ما يقدر ان هو يعمل على اذابة الحاجة اللي انت دخلتها. طيب ستارت ببدأ، ستوب بوقف، كده انا لغيت المهمة خالص، اوكي. لو هو شغال وانا ضغطت ستوب يبقى كأني عايزة افتح الباب، فبضغط ستوب بفتح الباب عادي وبشوف اللي جوه، مش هيحصل اي حاجة على فكرة. حتى لو انا ما ضغطش ستوب وفي اي حد مثلا عندك اطفال او كده فما ضغطش ستوب وراح فتح الباب وهو شغال، مش هيحصل له اي حاجة خالص، عشان في ناس كانت فاكرة ايه ده هيحصل، ايه ده هو هينفجر، مش هيحصل اي حاجة خالص. لكن يفضل انت تضغط ستوب الاول وبعد كده تفتح الباب، بيديني فرصة ان انا بعد ما اعمل ستوب هفتح الباب هشوف هل اللي انا عايزاه خلاص، مثلا لو في اكل استوى، لو في حاجة سخنت، لو في حاجة فكت، وبعد كده لو ضغطت ستوب تاني هيوقف خلاص المهمة، هيعتبر ان انت خلصت. لكن لو ضغطت ستوب فتحت الباب لقيت ان هو لسه عايز كمان تاني، عادي جدا بقفل الباب وبضغط ستارت. اتمنى الجزء ده يكون مفهوم، يعني المهمة بتاعتي مش بتتلغي غير لو انا ضغطت مرتين ستوب وانا قافلة الباب. لو انا قافله الباب وعايزه اشوف الاكل استوى، الاكل سخن، الحاجه دي اتفكت، بضغط ستوب بفتح الباب، ما بيلغيش المهمه.
يعني لو قفلت الباب وعملت ستارت تاني هيكمل كده. انا ازاي اعمل الويت ديفروستر؟ السبيد ديفروست نفس المهمه. بص هو كتب ايه، ديفروست 2. لما انا ضغطت على الويت ديفروست هو كان كاتب ديفروست 1، هنا دلوقتي كاتب ديفروست 2. الديفروست 2 ديت برضو بديه بالجرام، تمام. لو انا عايزه مثلا، شايفين هنا كاتب ايه، 200 جرام مثلا، حاجه صغيره. ده بلس ان السبيد ديفروست مش بكفاءه الويت ديفروست، يعني في الغالب بتكون حاجه يعني متلجه سنه صغيره، حاجه يعني حطيتيها في الفريزر من شويه وهتطلعيها، يعني مش جامده قوي زي الويت ديفروست بتكون يعني اكتر. طيب هعمل ستوب خلاص لغايه المهمه بتاعتي. طبعا كل البرامج دي برامج طبخ، انا مش بطبخ في الميكرويف، ما جربتش قبل كده خالص برامج طبخ. بس بتشتغل ازاي؟ طب لو احنا بصينا على الاوتو هيت الاول اللي احنا عملناها في الفيديو اللي فات، ببساطه برضو انا بضغط عليها، اداني ان انت ضغطتي على الوظيفه رقم واحد. طب بعد ما بضغط عليها بعمل ايه؟ ممكن ادوس على ارقام، انا كده بغير الوظيفه بتاعتي. لو انا دوست على ارقام كده انا بغير الوظيفه. طب اعمل ايه عشان ابدا الاوتو هيت؟ انا كده عملت ستوب اوتو هيت، بضغط عليها مره وبعد كده ببدا ان انا اضغط عليها تاني. هو كده بيقول لي انت عايز تسخن 150 جرام ولا هتسخن قد ايه، 250 جرام. طبعا هو كل ده شغال بالجرامات، انا اخري اللي هي 400 دي. ليه؟ لان ده اوتو ريهيت، يعني حاجه انت بتعيد تسخينها بسرعه، تمام. حاجه اتطبخت مثلا بس انت هتعيد تسخينها، عايز تسخن عيش بسرعه، حاجه عايز تسخين سريع، حاجه بسيطه وهتطلع. طيب لو انا عايز بقى استخدم برامج الطبخ ده، عندك مثلا الفيجيتابلز، انا اول ما بضغط عليها بيديني انت ضغطت على الوظيفه رقم 2، ثم بعد كده تبدا تدي الحاجه اللي انت عايز تعملها. مثلا انا عايزه الطبخ اللي انا هطبخه، ادي كده الفيجيتابلز 2، هضغط عليها تاني هيبدا يقول لي ان الخضار انت عايز تطبخه كام جرام، 150، ومكتوب هنا اوتو كوك، ده جرام وده اوتو كوك، يبقى ده برامج طبخ. هضغط تاني هزود الجرامات وهكذا معايا لحد في الفيجيتابلز لحد 500 جرام. ده لو انا هسوي حاجه خضار. طيب ستوب، هلغي المهمه، كلهم زي بعض. يعني مثلا لو انا هضغط على الفيش، لو انا هسوي سمك معايا لحد كام، 400 جرام، 450، وبيرجع تاني ال 150. طيب لو انا عايزه الميت، حاجه لحوم، برضو بضغط عليها تاني، يبقى انا بضغط على نفس الزرار بيزود لي الكميه. انا اخري هنا في الميت 600 جرام، وده برضو اوتو كوك، يعني هو هيطبخ. بعد كده انا بقفل الباب وبدي ستارت، يبدا يحسب لي بالدقائق هو هياخد قد ايه. شوف كده لو انا ضغطت ستارت محتاج 7 دقائق و18 ثانيه. طبعا كون التسويه بقى هتبقى ويل دان، يعني مستويه قوي زي ما احنا بنعملها، ولا نص نص، هتبقى قد ايه؟ بصراحه ما جربتش الطبخ في الميكرويف، ممكن تجربيها، ولو حسيتي ان هي عايزه يعني عايزه وقت كمان تقدري ان انت تديها وقت اضافي عادي جدا، او تعيدي البرنامج كله من الاول مفيش اي مشكله. طيب كل ده برامج طبخ زي ما قلنا. طب انا عندي بعد كده مايكرويف، مايكرويف ده هيشغل الميكرويف بالدقائق، دي الوسيله اللي تقدري تشغلي بيها الميكرويف عندك بالدقائق. لو انا ضغطت عليه كده تمام، وابدا اكتب له الدقائق 5، وبعد كده بدي زيرو زيرو، هو كده عارف ان دول كام، 5 دقايق، هيشغل الميكرويف لمدة 5 دقايق. يبقى انا بعملها ازاي؟ تاني بضغط على مايكرويف، وبعد كده بضغط على 5 0 0، كده هشتغل 5 دقايق. طب لو انا عملت كده مايكرويف ودست 5 وعملت ستارت هيعمل ايه؟ هشتغل 5 ثواني بس. يبقى انا عشان اخليها 5 دقايق لازم اضغط على 0، تمام كده. طبعا لو انا ضغطت 0 تاني دي معناه ان هشتغل 50 دقيقة، يعني كتير قوي 50 دقيقة، يعني ساعة ل10 دقايق، فانا لازم اخد بالي وانا بختار الحاجات دي. طب لو عملت ستوب، اخر زرار عندي انا هنا الجريل، الجريل ده هيشغل الجريل فوق، تمام، ان الميكرويف ده عنده الجريل اللي هي ممكن تحمري بيها، تمام. بس انا استخدمتها ومش افكتيف، يعني عايزة وقت طويل عشان تحمر الحاجة من فوق. يعني انا قلت انا ممكن استخدمها مثلا فرن شغالة فيها حاجة وانا عايزة احمر حاجة بسرعة، وممكن اشغل الجريل. فانا استخدمت البرنامج الاول كان
مش سريع. يعني لو انت عندك طولة بال وما عندكيش مشكلة في فاتورة الكهرباء طبعا، لان الميكرويف بيسحب كهرباء عالية جدا، تقدري تستخدميه وتجربيه، هيبقى اعتقد يعني ممكن يعني يعمل تأثير، بس محتاج وقت شوية او محتاج انك تصبري عليه شوية. كده احنا شرحنا كل الكيبورد بتاعت البلاك اند ديكر. لو انا بصيت جوه الميكرويف طبعا نفسه ده، انت لازم تخلي كل حاجة يعني نظيفة جدا قلنا في الاجهزة. لو انت بصيتي لفوق كده هتلاقي الجريل، شايفة لونها الجزء المعدن ده اللي فيه فوق ده بيمثل الجريل. طبعا دي الشبكة اللي جت معاه، دي انا بستخدمها عشان احط طبق فوق وطبق تحت، فنسخن حاجتين مع بعض، او العيش مثلا فوق وطبق تحت. وطبعا ده الطبق الدوار لازم تحافظي عليه جدا جدا، بيتنضف برضو على طول وتنضفيه بفوطة مخصوصة للميكروويف. واوعي تسيبي ميه وتروحي مشغلاه، لازم تفصليه الاول، تنضفيه كويس وتنشفيه كويس، وبعد كده توصلي الكهرباء. اتمنى اكون وصلت كل حاجه عن الميكروويف. لو في اي سؤال انا معاكم في الكومنتات. لو اول مره تسمعوني ما تنسوش تشتركوا في القناه معانا بيتك مع رنا. شكرا. طيب كده الحلقه خلصت، يا رب اكون افدتكم ومش طولت عليكم. فيا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد. وكانت معاكم رنا وقناة بيتك مع رنا، ومع رنا حياتك إن شاء الله أحلى.